سمير؟ سمير مراحم مصاب الثورة، وانا اجيب مصابين الثورة واقول لكل الناس مصابين الثورة احضروا معنا الان، ان الببلاوي خطر على مصر، ان الببلاوي دعوة فلولية من حسني مبارك وامريكا، ونقول للببلاوي لم تنفذ طلبا واحد للثوار 25 يناير سوف ننزل في ميدان التحرير او نمنعك من مكتبك او حضوره، ماشي؟ ونؤكد ذلك واقول لك ان احنا عايزين مطالبنا الحقيقيه، العلاج وكل تكريم مصابين الثوره الذي لم يكرم. تمام. بالنسبه لاقاله خالد بدوي، وخالد بدوي اقالته اهم من كل حاجه، ونقول ليك يا دكتور ببلاوي ان احنا نطلب من مستشار يكون فيه الثقه والصفات الذي تكون معنا، واحنا عايزين رجل ثوري يمسك صندوق مصاب الثوره، واحنا حطينا كل الثقه كلها في سيد ابو بيه، حطينا الثقة الكاملة في سيد أبو بيه، وهنبعت لك جوابا، ولم ينفذ أي طلب واحد سوف نقضي عليك. تمام. بالنسبة لحضرتك المطالب اللي انتوا طالبينها النهاردة بالتحديد، وحضرتك متحدث باسم مصاب الثورة، المطالب اللي احنا طالبينها مطالب بسيطة ومشروع. أول مطلب العلاج، تاني مطلب إقالة خالد بلاوي، ثالث مطلب نائب عام جديد في المجلس، هيكلة المجلس من الموظفين، رابع مطلب ان احنا نتكرم ونتكرم تكريم معنوي، بمعنى ان احنا ناخد استكمال 35,000 جنيه بتوعنا اللي هم طلعوا الحكومه كذبوا علينا وقالوا لنا ان احنا خدناهم واحنا ما خدناهمش. مطالبكم دي مقدمه من ايام الوزاره السابقه هشام قنديل، من ايام المجلس العسكري ومن قبل هشام قنديل. تمام. وادينا كل المطالب بتاعتنا، وبنقول النهارده ان احنا عايزين كل مطالبنا، لان مطالبنا مشروعه وحاجات مظبوطه، وديت حاجات مش جديده على المجلس، دي حاجات المفروض تتعمل لمجلس مصاب الثوره، والشقق اللي هم وعدونا بيها احنا ما خدناش حاجه، احنا عايزين كل حقنا، ما بنقولش ان احنا عايزين اكتر من حقنا. وبعدين يا دكتور ببلاوي اعتبرنا من الناس الملوك العرب اللي بتاخد منهم وتحط في جيبك، اعتبرنا زيهم. الفلوس اللي انت بتاخدها بتوديها فين؟ فين الشفافيه اللي احنا طالبنا فيها؟ في 30/6 في 25 يناير شفافية، فين الشفافية؟ ما تبقاش وجه اتهام، ماشي؟ ورينا شفافيتك، ورينا خفة دمك اللي هي في الشفافية. أستاذ سمير، في حالة تعنت المجلس وعدم الاستجابة لمطالبكم هتصعدوا؟ هنصعد وهننزل ميدان التحرير، والجان على روحه هو الببلاوي وحكومته، وحكومته الفاشلة اللي ما عملتش حاجة لحد دلوقتي للشعب المصري. وأول حاجة مش مطالبنا احنا الأول، أهم حاجة مطالب الثوار، ماشي؟ وأهم حاجة الثوار اللي هم الشعب، مش أنت يا عم ببلاوي، أنت من راجل كبير في السن المفروض خلاص ما تقعدش في الوزارة، أنت راجل مش ثوري عشان تمسك منصب، أنت خلاص شكرا عليك. احنا عايزين الثوار الأبطال، عايزين الناس اللي كانوا في الميدان، الشعب، ناس نختارها من الشعب، خلاص زهقنا من القدام، زهقنا من العواجيز، تعبنا من العواجيز، احنا عايزين شباب، وعندنا كوادر احسن منك بكتير، مش انت اللي هتبقى موجود، وعايزين وزيرة بدل وزيرة الإعلام المحطوطة ديت بتاعت هشك بشك، احنا مش عايزينها، احنا عايزين وزير شاب، عايزين نشوف دم جديد، مش عايزينه. والمحافظ اللي ما بيقابلش الناس ورماها في الشمس هيتحمل على المسؤوليه دي كمان، هو كل كمان مسؤول في الدوله، كل مسؤول في الدوله بيجي امام الفضائيات والكاميرات يقول لك مكتبي مفتوح،
مفيش ولا مكتبه ده مفتوح حسست لي مكتبه ده بوابه المثال ولا باب الخلف او الشعب وتروح للمسؤول سنتين ولا حي فيه. احنا اقرب ناس للشعب ودلوقتي لو نزلنا الميدان انت اللي جالي على روحك يا ببلاوي. شكرا. انت اللي جالي على روحك انت وعدل منصور.